عدد الجملي للأشخاص اللي تضروا في شركة السياق بعد الاعتداءات اللي صارت البارح؟ أمس يا سيدي وقعت لنا 40 إصابة اليوم المصحة، فيهم 35 وقع الإسعاف نتاعهم وروح أرواحهم، خمسة احتفظنا بهم، واحد زوز في دار في العناية المركزة وثلاثة في غرف عادية. لو تحكي لنا شنو الاعتداء اللي تعرضت؟ الصباح ماشيين نخدموا، احنا قداش من نهار من نهار الست ما تخليش المعمل بتاعنا باش نخدموا ونمشيو، يعرضوا لنا خلونا نشدوا نروحوا، كل واحد يروح لداره ونروح. نهار امس معنا الخميس قررنا باش ندخلوا الناس كل اللي حبوا نباشروا العمل بتاعنا حاجه عاديه. هبطنا معناها تفاهمنا بكيران ثلاثه كيران باش نعطوا فرد وقت، خاطر عندنا كيران تاع خدمه احنا هبطنا فرد وقت النومبر باهي تقريبا حوالي 200 رقمه، لكن اللي هما حكايه 35 ولا 40 واحد في القول عدد كبير خافوا هربوا. دخلنا مرانا كان بعد نصف ساعه حجر تهجموا علينا، معناها حبينا مش يدخلونا للشركة، من فوق يدخلوا الشركة هذا الناس تعمل كل شيء، جايزة باش تعمل كل شيء، وعند مع عادي جدا يكسر يحرق ولا يضربوا غير بالدبابس فيها بالليسانس يضربوا في التراكسات، لحق التراكس طفيناها لحقنا عليها في الاخر وبرشا صحيح من زوم لا الدم والزبر، اللي عنده زوز خرز اللي عنده كسر اللي عنده ضلع اللي عنده الواحد هو صار نونس. هما ولاو فارين على بعضهم خاطر هما توا في المعمل ما عندهم حتى دخل، هما خدامه كيفهم كيفهم، هكا يخدم وهذاك يخدم، اما المهم كي يحبوا يخدموا يمشوا للإدارة. سي ديجا هما عطاوهم مطلب، عطاوهم خدمه ب 350 دينار ويخدموا شطار وقت من 7 نصف نهار وما ساعدهمش، قالك تو نحبوا نترسموا، كي هو يحب يترسم اياتهم معناها طلبه ومهندسين وبشهيدهم الكل وما لقاوش بلايص. الماكله نجيب لهم في الشرب بتاعهم نجيب لهم في كل شيء ويخلصوا بالجمعه نجيب يخلصوا نهار السبت يخلصوا هذيك. وكارين اللي طونطو يقعدوا غاديك تو عمره كامل ما عدي في الحبس اللي نجا عنده باش يكري اللي طونطو ايش عبيد تحب تخدم حق الولايه برا مش قدم مطلب ما قاموا معهم بالواجب الجماعه، فمش شكون يخدم 4 سوايع ب 400000، قالوا لهم نعطيكم 4 اخذ 4 سوايع نعطيكم 400000، انا عندي 3 سنين وخذ 250 دينار وكل شيء. عبيد تحبش تخدم مرة هذه جاتوا فض معناها في الصويب 14 غرزة معناها كان جاتوا ضربة بلام ولا بار ولا كيفاش كومبينا، احنا عنده ولده بالله صغير كي من هكايا امه تخدم فام دو ميناج، هو بونا هو خونا في ذمته ابوه وفي ذمته امه وفي ذمته اخته صبيه وفي ذمته عازب منه بونا منه خونا. الناس الكل خبازة، الناس الكل تحب تخدم، خلينا نستقروا في بلادنا احرار شرفاء مناضلين نخدموا بصدق بامان مش بشغب مش بعراك مش بضربني نضربك سلبني نسب يزينا ما تسلبنا يزينا ما اخذوا منا يزينا ما كلوا من عنا، خلينا احنا اخوه احنا مسلمين احنا دم واحد، رانا دوله واحده ودم واحد يمشي فينا دم تونس دم حر راه تونس حره، خلينا احرار خلينا نقولوا احرار بمعنى الكلمه مش احرار بالبونيه راه وبالضرب والمضروب، احرار بالعمل والكد والتفاهم والانضباط والناس الكل نمشيو متفاهمين ولاباس علينا الناس الكل.